مرحبا بكم في هذا البرنامج والورشة الافتراضية التي وعدناكم بها، وشكرا للتفاعل الكبير الموجود، سواء شاركوا أو لم يشاركوا. ما شاء الله التفاعل كبير، مما يدل على رغبة كبيرة وحاجة واضحة. طبعا هذا جاء استجابة لعدد من المتدربين أو متخرجين من برامج التدريب المدربين التي أقدمها، وأيضا برامج أخرى. والسؤال الكبير لدى المتخصص والخبير مدرب الذي وصل لمرحلة واضحة جدا أنه قادر على المشاركة والإلقاء والتدريب وبث العلم ونقل الخبرات إلى من يحتاجها، يعني هذا هو الشخص الذي يحب العلم والتعليم بغض النظر عن المردود له، فهذا البرنامج له. ولا يوجد حل جذري مباشر، ولكن سنتكلم عن الأمور الإيجابية والسلبية، وكلها إيجابية معظمها إن شاء الله. نبدأ. في 2007 تقريبا أو 2006 أو 2005، واحدة من الثلاث سنوات، كنت في قمة أدائي داخل شركة ألبا كمدرب صحة وسلامة داخلي أصلا. طيب، وبدأت مشواري في التوست ماسترز. في إحدى الجلسات الرمضانية، ليست هذه الجلسة فقط يعني كصورة تشبه، تمت دعوتي من قبل المدير العام للشركة، مدير عام إحدى أقسام الشركة الكبيرة، وكان مهتم أيضا بالتوست ماسترز، وقال لي: محمد، في جلسة رمضانية موجودة لإحدى الشركات، يعني شركات العائلات، بس شركة كبيرة معروفة. طيب، عندهم جلسة رمضانية خاصة مسوين إلى الموظفين والمدراء وكذا، حوالي 70 شخص في المجلس، كبير كان المجلس، فحابين منك تلقي كلمة هناك تحفيزية، إنزين، ب30 دقيقة تقريبا. فرحت إلى ووافقت وحضرت، وكنت مرتبك جدا، أول مرة يطلب مني خارج شركة ألبا وبمستوى يعني إلقاء إداري. إنزين، لحد الآن تسمعوني؟ بس أعطوني واحد عشان أتأكد. واحد، أعطوني واحد. أوكي، شكرا. طيب، فخلصت وقدمت، وبعد الارتباك وطلعت طبعا بالإنجليزي، لأن كان كثير من الموظفين من الجالية الهندية. طيب، خرج المدير العام اللي أعمل معاه في الشركة، شركة ألبا، عشان يودعني ويشكرني. ثم أخرج ظرف، إنزين، طبعاً هاي مو ظرف، هاي دولارات. أخرج ظرف وعطاني إياه، رحت السيارة وشفت فيه 50 دينار. إنزين، أولاً أنا ما توقعت أنه بيكون في مردود، ولم أتفق على ذلك، ولم أشترط، ولا هو قال هدية، قال: جزاك الله خير، خوش أداء، تستحق هذه. إنزين، دخلت في السيارة أفكر أن هذه أول مرة التحدث مالي، الإلقاء مالي له قيمة، ولو قيمة مالية يعني كانت هي متدنية طبعا بالنسبة للوقت الحاضر للقياس يعني، لكن كانت يعني ربح، كنز، إنزين، ومعنى كبير. ولم أتوقع أن هذه النص ساعة أصلا يحتاج لها مردود. طيب، في الشركة ألقي مجان، خارج الشركة في مؤتمرات الصحة والسلامة، يعني جمعيات كذا، مجان، ولا جاء في بالي يعني أنها شيء يصير. كان نقطة تحول كبيرة عندي، لكن أخذت وقتا. يعني اليوم، يعني بعد كل هالسنوات، بعد كل هالسنوات، في 2020 حصلت على هاي الشهادة أو هذا اللقب، Accredited Speaker، المتحدث المعتمد، اللي أحد تابع معي يعرف بأن هذا يعطى فقط لمن يثبت بأنه في مجال الإلقاء يدفع له، Professional Speaker، محترف، بأدلة طبعاً وبيانات وما إلى ذلك. طيب، وأيضاً شيء ثاني، شيئين يقيسون: قوة الإلقاء، قوة الكلمة أيضاً، والشيء الثاني أنك تخدم مجالك ومجتمعك وسوقك الخاص بك.
فأنا في الصحة والسلامة حصلت هاي اللقب 2020. فهاي القصة مختصرة، يعني أن يكون عطائك ومشاركتك لعلمك وخبرتك ممكن أن يحدد له قيمة أيضا. إنزين، فاليوم إحنا راح نتكلم عن الشقين، ولذلك لازم أتفق معاكم اليوم على هاي الأشياء. سبب هذه الورشة قلتها في البداية، طلب كثير من الناس يعني على أوقات متفرقة، يعني مو كلهم الحين يعني زين، وأنا كل مرة أجاوب على شخص واحد وكذا ما يكفي، فقررت أسوي هاي الورشة وأرد على هذا التساؤل باللي أقدر عليه. مساهمتي فيها يجب أن يكون واضحا أن أنا رحلتي لا تشبه رحلة أحد، ورحلتك لا تشبه رحلة الآخر. فلما أقول لك يعني الـ 24 اللي وعدتك بها، مو معناها أن تطبق بحذافيرها وستجد النتيجة مباشرة. طيب، لأن أنا بدأت التدريب داخل الشركة واستقويت داخل الشركة. نعم، لما خرجت من الشركة، شركة ألبا، العالم لم يكن سهلا. إنزين، كأني أبدأ من جديد وأعرف الناس بي وكذا وكذا. لذلك أحب كل اللي مريت فيه أحاول أخليه في هذه الشق. طبعا في دورات أخرى أشرح أيضا كيفية التعامل مع التدريب الاحترافي، موضوع آخر، بس اليوم نركز على 24 طريقة وفوقهم 5 تقنيات 5G. إنزين، فسبب هذه الورشة مثل ما قلت لكم تدريب المدربين اللي قدمه، صار كثير من المتدربين يسألون هاي الشيء وقمت أجاوبكم فيها. وقلت لكم أن أنا دوري صحيح من الصحة والسلامة، لكن الآن أدرب في عدة أمور رئيسية متخصص فيها، لا سيما القيادة والإدارة وأمور أخرى وفن الخطابة وما إلى ذلك بطريقة أو بأخرى. فما في خط يشبه أي خط آخر، فرجاء لا تفكر بأن بالضبط بيكون يتطبق، لكن لأن مريت فيها وشفت أنماط تتحقق وقدرت أستخرج قوانين مني ومن الآخرين ممكن العمل بها ومباشرة. طيب، إنزين، تنبيهات مهمة، فاللي بقول لك هي مجربات وأمور راقبتها في الآخرين وأيضا دراسات درستها، إنزين، عشان يكون في فائدة قصوى. الحصيلة اللي بعطيك هي للمثال لا للحصر. فلما أقول لك 24 وسيلة، يعني مو بس ما في إلا 24 وسيلة، لا، بتشوف أنه راح أسألك أنت أيضا تقول لي تحت هذا البند إيش الأمثلة الأخرى اللي ممكنة. فأنت لا تأخذ المثال على أنه شيء ثابت، لا، طبقه بمنظور آخر. وأيضا أنصح أنك المثال إذا أردت تطبق هذا المثال مباشرة، طبقه مباشرة، فسترى أبواب تنفتح، حتى التقليد المباشر تنفتح لك أبواب. ولذلك مطلوب أن تلتفت لخصوصيتك أنت ومحيطك أنت والماركت والإندستري وسوقك أنت، سوق الاحترافية تبعك، كل واحد غير عن الثاني تماما. حتى لو تقول لي أنا مدرس رياضيات وهذا مدرس رياضيات، ما تشبهون بعض، لأن أنت لست فقط مدرس رياضيات كما سيأتي. إنزين، طبعا اللي يريد حسب اللي جاوبوا يريدون حضوري، بعضهم يريدون أونلاين. إنزين، ما أدري إيش تبي أنت، فحاول الإجابات تسع الجميع. تريد مباشر أو مسجل؟ ليش عزيزي؟ لأن أونلاين أنت تقدر تبدأ أونلاين، ما في يعني صعوبة، ما يحتاج تسأل شلون أحصل. وخصوصا مسجل، دورات مسجلة ممكن مباشرة تبدأ، ولكن أنا أتخطر وأظن أن معظمكم يريد الحضوري. طيب، لأن له دور كبير وجودك حضوريا، وهذا أثر لي كثيرا. طيب، زين، ولكن ستجد أفكار من كلا الأطراف بتشوفها إن شاء الله. طيب، يجب أن تعرف أيضا بأن التغيير مستمر. أنا بدأت مسيرتي مبكرا، فلكن الأمور هذيك الأيام اختلفت عن الحين، وكل يوم تتغير أمور، الترندات تتغير، أنواع السوشيال ميديا تتغير، تصرف نفس السوشيال ميديا اللي معتمد عليه أنت لتعريف نفسك إلى الناس هو أيضا يغير. هاكو الإنستغرام كل يوم وترك يطلع طريقة مختلفة في التعامل مع أسلوبك للوصول إلى الجماهير، فيجب أن تنتبه لهذا أيضا. ف
فمن هاي الطريقة. إذن يلا وبدون تأخير، 24 وسيلة اللي وعدتكم بها للوصول إلى جمهور أكثر وفرص أكثر. وأيضا أنبه بأنني راح أركض عليهم، أركض، تبي تصور صور، تبي تكتب تكتب، إذا يحتاج شيء توضيح بوقف عنده. إنزين، فيعني عشان نفتح باب للأسئلة بعدين والنقاش إن أمكن، ولكن أريد هذه الحلقة تكون سريعة وسهلة والجميع يحصل على اللي أنا وعدت فيها. إنزين، وبالله أستعين، وأنتوا أيضا أعينوني إذا حسيتوا في يحتاج إلى تعليق أو إضافة. راح أوقف مراحل، قسمت 24 وسيلة للوصول إلى الجمهور إلى 4 أقسام، هكذا وجدتها. 24 وسيلة تنقسم إلى جمهور يعرفك وتعرفه، طيب، جمهور تعرفه ولا يعرفك، جمهور يعرفك ولا تعرفه، باقي شنو عجل؟ الرابع، يلا من يحل اللغز؟ أيوة، أجاوب خلاص؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، لا يعرفك ولا تعرفه. أيوة، هذه اللي أنا ما أعلنته ولا خبرت أحد، كنت بسوي تيزر قلت كفاية بعد. إنزين، فهكذا وجدت الأنواع، فخلى عشان نتذكر وعشان يعني نعرف أن ندور في كل خندق شلون. فهي الطريقة أحسن من لستة طويلة كأن نمر عليها ما ندري أي واحد يشبه، لا، مقسم بحسب الصفات. نبدأ بالأول، أوكي، شكرا، إيه، كلنا ما نعرف بعض. زين، أوكي، نبدأ بالقسم الأول، جمهور يعرفك وتعرفه. طبعا هاي العبارة استخدمتها عشان التسهيل، لكن ما تعني إن ما تعرفهم تماما أو ما يعرفونك تماما، لا، سترى وش أقصد. بس طيب، أبسط شيء، عملك الحالي، وظيفتك الحالية، وظيفتك مهما كانت في الحكومة، في القطاع الخاص، في شركة عائلات أو غيرها، عملك الحالي وهو أقوى شيء طبعاً، وعندي أدلة على نجاح الناس فيه، يجب أن تلتفت إلى أن إلقائك ليس فقط للناس الآخرين، بل عملك الحالي هو أقرب منصة وأسهل منصة. أعطي مثال دائماً، هذا المثال، أحد زملائي في شركة ألبا السابقين، أنا كنت متقاعد وهو لا زال موجود، اشتكى لي يوم اليوم، قال محمد نقعد قاعدة، تفضل قعدنا قاعدة في الكوفي شوب، يقول كلش الأمور ما تمشي وكذا وما في تغيير، مكانك سرقانة. فعرفت من عمله ضمن الاستشارة هذه، قلت له أنت ممكن أنك تقدم تقرير تقني يعني تكنيكال شهريا؟ قال إمبلا، قال أعرف أن وأعرف أن عندكم يعني ستاف ميتينج شهري، قال نعم في ستاف ميتينج شهري، شلون تعطي التقرير؟ قال أعطي التقرير عن طريق شو اسمه أطبعة، خلي على مكتب المدير كما يريد، يبي الأرقام وغيره، أو أرسله بالإيميل. قلت له هالمرة لا تسوي كذي، أطلب من المدير أنك ستقدم التقرير عن طريق الاجتماع وعلى شرائح سلايدز باوربوينت. استغرب وما أدري كان بيطبق له، لا نسيت الموضوع. بعد شهرين ثلاثة رسل لي الصورة وهو كله فخر، صورته وهو واقف نفس الأرقام اللي في الإكسل شيت حطاهم على سلايدز وواقف يقدم، وشكرني كثيرا، أنا ناسي السالفة، شكرني، قال يا محمد فرق السماء والأرض، الآن أحس أن أنا لي دور وما إلى ذلك. طيب، هاي قبل سنوات. أنا أريد أقول أن كل واحد ممكن في عمله، مجرد أداء عملك لا تكتفي به، استغل كل فرصة ممكنة أن تثقف الناس حول الموضوع. إذا كان في تقرير فقط إبلاغ، التقرير يعني إبلاغ فقط يعني معلومات، عندك فرصة أن تبتكر أسلوب الإبلاغ وتخليه جماعي. شوف، حتى لو ثلاثة قاعدين في الاجتماع، وبدل ما تعطي التقرير وانت قاعد كذي، إنزين، قلت لهم اسمحوا لي أستخدم السبورة البيضاء أو الفليب شارت، وقمت تشرح وانت واقف، زملائك ثلاثة والمدير الرابع قاعد أو المسؤول، بس أنت رح على السبورة كتبت. يجب أن تعلم أن ما أحتاج أجيب لك دراسات الحين، أن الموضوع مو شرح ولا هو دورة، إنزين، هو عرض لكم.
دراسات والهيومن بيهيفير كله يثبت بأن هذا المنظر لا يمحى من ذهن الجالسين. أنت بروحك فكر في اللي يوقفون دائما يقدمون، حتى في أقل شيء يقوم بسرعة يقدم، كيف تنظر إليه وكيف مديرك ينظر إليه، وإذا أنت مدير كيف تنظر إليه؟ أتمنى دراسات موجودة وإثباتات، وأيضا ما يحتاج إثباتات، بنتي وبنتك، ولدي وولدك في المدرسة لما يرفعون الإيد، لما يقومون إلى السبورة أكثر شنو يعتبرونهم؟ يا أما قائد الصف، يا أما أعلى درجات، يا أما يا أما يا أما شاطر كذا كذا. على هذا فقس عملك الحالي، مهماتك اللي تأديها، لا تقبل بأن تكون مجرد مؤدي، اختر خيار أن تتحدث بأي طريقة وبأي نسبة، وراوهم أن هذا في فائدة، أو ثقفهم في جانب من الشغل، في عطل صار عندنا في السيستم إنزين، وحاب أن غيري ما يدخل في هالعطل مرة ثانية في النظام، فأعطوني فرصة أشرحها. إذا كان بالتيمز مايكروسوفت سوى، إذا كان مجال متجمعين سوى، في اجتماع جاي في الشركة قادم أو في القسم في اجتماع قادم، خصص قل لهم أبي 5 دقائق في البداية بشرح موضوع صار لنا، دق الباب دق الباب. انزين انزين. رقم 2، عملك الحالي وايد فرص، لا تنسى هو الحرفية، قمة الحرفية، قدم بأي طريقة، لو بس ركزت على رقم 1 يعني عندي أدلة جدا، يمكن الأخت موجودة من عمان هني بعد عشان يعني تثبت هالموضوع. المنطقة الجغرافية، أنت في الحي في القرية في المدينة عندك يعني جغرافيا في ناس عارفينك، الوصول لهؤلاء سهل، يعرفونك ويعرفونك شغلك هذا، يعرفونك ربما خبير كذا أو خبير كذا أو خبير مثلا صحة أو خبير مثلا إدارة أو خبير مثلا في أمور الصناعية. خصص جلسة عن طريق أي منتدى، عن طريق أي فعالية، أنك تتحدث لأهل الفريق، أهل الحي، أهل المدينة، ليش لا؟ افعل هذا وشوف، أنت ما تدري من الذي يراقب، إنزين، من الذي يراقب ومن الذي يريد منك بعدين يناديك لشيء ثاني وما إلى ذلك. يجب أن خلي الناس اللي تعرفك تعرفك أكثر، إنزين، فهذا المحيط القريب يعني نسميه بالإنجليزي low hanging fruit، سهل الوصول، ما يحتاج مقدمات، ما يحتاج يوافقون عليك، ما يحتاج هذا، هذه دائرة جدا مهمة. تستغرب الأسرة أو العشيرة، إذا كان عندهم مجلس رمضاني هذيك العائلة لموظفينهم ما عندهم مجالس لهم، ما في جلسات معينة للعائلة، فرضا ما في، ما تقدر تسوي جلسة معينة. كم مرة يعني شهادتي مجروحة، بس كم مرة، لأن أيضا عندي شهادات في الفود سيفتي، ووصلت لمرحلة حتى في المانجمنت ليفل، عندي ليفل 4 إنزين، وتعلمت الفود سيفتي وسلامة الغذاء من التسمم وما إلى ذلك، بحر بروح عالم بسبب تدريبي والاحتياج وكذا، أخذت الشهادة وعجبني الموضوع، وقلت للعائلة إحدى أيام الجمعة اللي تجتمعون خصصوا لي جلسة أبى أتكلم لكم مثل أكل يكون اسمه سام، شنو وش العلامات وما إلى ذلك. طبعا ما صار الموضوع، بس الفكرة قوية عندي وإن شاء الله تقدر تطبقها. في ناس سووا جلسات، بعض طلبتنا في الإنجليش جيم سووا جلسات مع بعض حتى في بنش الكورونا. إنزين، في طريقة أخرى مع الأسرة والعشيرة، أنك أنت تفتتح جروب أو واتساب أو تيليجرام أو حتى إنستغرام خاص بالأهل، هني تقدر تلقي وتتدرب وتثقف عائلتك عن طريق ستوري فقط يوصل لهم. هذه قلت لك في البداية أن الأكريديتد سبيكر حصلت على اللقب بشيئين، مو بس خبرتي في مجالي ولكن قوة الإلقاء، قوة الإلقاء والتكرار تحتاجه، أنا أحتاجه لازلت، كثرة التكرار. والأسرة والعشيرة فرصة لا تفوت، وبعدين هذه خدمة لهم أكيد. رقم 4، مسارك الحرفي، أنت الآن مهندس، شنو مهندس كهرباء، أنت دكتور أسنان أو دكتور إيش، أنت ناشط في أي مجال، بغض النظر عن الوظيفة، بغض النظر عن مثلا الشركة اللي تشتغل فيها أو الجهة اللي كنت تشتغل فيها أو تشتغل فيها، في شيء ثابت وهو أن مهنيا الكارير مو الجوب،
مو الوظيفة، المهنة. مهنيا أنت إيش؟ مثلا أخصائي، أخصائي HR، أنت HR Specialist يعني Human Resources وهو الموارد البشرية. طيب إنزين، طالع في البلد أو في المنطقة الجغرافية أو في محيطك الصغير أو الكبير، من هم أهل الشسمة الـ HR؟ قدم نفسك لهم أو جمعهم في مكان وأعرض عليهم ورشة، أخدمهم يا أخي في شيء تعرف أنت أكثر منهم. قبل أسبوع فقط اتصل بشخص شباب يقول أنا خرجت من قسم الإنجينيرينج في شركتنا، شركة كبيرة، ورحت قسم الصحة والسلامة. إنزين، وأريد أعرف شلون أنجح فيه. إنزين، أنا حين يعني مو كلش نشيط في الصحة والسلامة. إنزين، يقول أستاذ كل ما أحد أتصل لأحد يقول روح لمحمد شكري. إنزين، روح لمحمد شكري. قلت له متأكد؟ أنا مو كلش ناشط. قال إيه، بس حتى ربعك في يعني قلبه يسألون. فأعطيته كم نصيحة وشكرني جدا، يعني شنو الشهادة اللي تأخذها، وبعدين شو تسوي، شلون تكون نشيط في الشغل، شنو اللي ينجح السيفتي أدفايزر في الشغل، وشكرني جدا. قال أرجوك أرجوك أي ورشة تسويها حتى لو ما لها علاقة بالسيفتي خبرني. سكيت التليفون وأنا مستغرب، يعني زملائي في الصحة والسلامة في البحرين إيش خير موجودين، صح عبر جمعيتي سويت وجزاهم الله خير جمعية الصحة والسلامة وفروا لي المساحة وقدمت لهم، وأنا شو اسمه شاكر لهم على هذا الدعم يعني. وهم أيضا شكروني أن أنا أعطيتهم من خبرتي بعض المهارات اللي يحتاجها ومو موجودة في كتب السيفتي، مو موجودة في كتب الصحة والسلامة، ولا في دورات الصحة والسلامة، ولا في مؤهلاتها، في أمور مهارات مهمة للسيفتي علمتهم وشكروني على ذلك. شوف مسارك الحرفي في البحرين شنو، حتى لو محاسبة، حتى لو أي شيء، لابد في ناس، ولما ترفع الراية الباقي يرفعون الراية. قل لهم خلنا نجتمع عندنا كلمة راس وقدم موضوعك. إنزين، وبهالطريقة تبرز وفي ناس يحتاجون علمك ما كنت تدري عنهم. رقم 5، يعرفك وتعرفه مسارك الشغفي. أول 4 شنو؟ مسارك الحرفي، مسارك الشغفي. قد ما يكون هذا الشيء، هذا الجانب جانب الحرفة، جانب المهنة، لا، جانب ثانوي. أنت عندك أيضا هوايات أو أمور تهتم فيها وتمارسها بغض النظر عن العمل، قد تكون فنية، قد تكون تقنية، قد تكون مثلا شوية بعد حتى في البزنس، يعني بزنس سايد عندك في الأطعمة في غيره. إنزين، هذا المسار أيضا لأهله، دور عليهم قل لهم ليش ما نتكلم. أنا الحين حاليا أشتغل مع أحد البنكرز ما شاء الله عليه، ويريد يكون يتطور إلى ويترقى في الترقية، فأساعده في الإلقاء. إنزين، لكن أيضا عنده بزنس في شو اسمه في السندويتشات، بزنس راقي صراحة، فهو إليه ناس، يقول عندي ناسي أيضا في هذا المجال. فأنا أقول لأمثال هؤلاء حتى هذا المجال الجانبي سولك تجمع، اخدم لو 5 لو 15 اخدمهم. هذه فرصة للإلقاء، سوها جربها في البحرين، في نوادي، في أماكن، في كافيهات. في واحد طرش لي قبل مدة يعني زميل في يعني عنده شركة وأنا عندي شركة وعندنا شركات صغار، احنا ستارت اب. انزين، قال تجمع للستارت اب، تعالوا في الستاربكس النجمة. قال يعني بس ما مداني يعني اروح. قعد نفرين قعد يشرب، نجتمع، موضوعنا بيكون عن الموازنة، 3 جو، موضوعنا الأسبوع الجاي بيكون عن التوظيف، جو 3 أو 4. سوى هالشيء يعني، فقط تحرك على هالموضوع. وأخيرا المدارس والجامعات. يا أخي الجانب الإدوكيشن في البحرين أو في أي بلد أنت تراقبني منه، موجودين ناس، إنزين، مدارس وجامعات تسمع عنك، وأنت تعرف هالمدارس والجامعات، قد تكون مدرستك السابقة، قد تكون مدرسة ابنك أو بنتك، قد تكون جامعتهم هم، بس يعني مترددين أو ما يدرون أن ممكن الحصول عليك. يعرفونك بس ما يمكن الحصول عليك. روح كل باب قول ممكن أقدم ورشة، ممكن أقدم محاضرة، بساهم في هالمجال،
ما دام أول يوم جامعي عندي موضوع يناسبهم، أول يوم مدرسي كذا، وايد وايد يبون المدارس. طبعا بعضكم راح يدخل خلال يعني إجراءات للقبول وكذا، بعد تسوى ليش لا. بعض المدارس اللي شاركت فيها كانت فيها تغيير كبير، أجمل تغيير أن الابن الصغير هذا الحين كبر عليه لحية، والجامعة يقول أستاذ دشيت مدرستنا وأنت في الإعدادي وألقيت كلمة وكذا. أو أتذكر البنية في الإعدادي مدرسة بنتي طلبوا مني أستاذ وفتحوا الصالة الرياضية، رحت ألقيت وشجعت واحدة وقامت وتكلمت، إلى هذا اليوم قاعدة تحصد الجوائز في البحرين والإمارات. تقول ذاك اليوم يوم أجبرتني أقوم، يعني تسوى. زين، فلكن المدارس فيها آباء أمهات، فيها معلمات، في طاقم تعليمي، بعدين الطاقم التعليمي أراد مني أدرب، و المدارس والجامعات خدمة لعيال البلد. إن عندك خبرة حتى المدرسين يعترفون لك بأن لديك مهارات ما عندهم، هم يعلمون عندهم منهج وكذا، وعندهم ما شاء الله شخصيات وأخلاق ويربون ويعلمون، جزاهم الله خير. إنزين، لكن أنت أيضا لديك أشياء تفيدهم. أنا بوقف عند هذا الحد ونطوي الصفحة الأولى في قسم يعرفك وتعرفه. نظرة سريعة بتاخذ بتصور، أبي تكتب لي شنو اللي ممكن يضاف إلى يعرفك وتعرفه عشان أقرأه. الأسئلة في النهاية، بس إذا بتقول بتضيف شيء لهذه الصفحة أكون شاكر لك. طبعا هاي السؤال عشان أشرب الكوفي يعني. لا لا لا، هذا كان تخطيطي من البداية. إنزين، كافي وافي، تمام. ننتقل إلى خلينا نشوف جواب ثاني. الأصدقاء والزملاء، أي فاتتني، أحسنت. أصدقاء والزملاء، جزاك الله خير. أصدقائك بضيفها جزاك الله خير. الملاحظات اللي يعني مسودة سويت للتحضير بكتبها هنا. سنت بارك الله فيك يا أصدقاء. المسجد، الجمعيات بنجيها في مكان ثاني بيكون أوكي. الأصدقاء والمعارف، زين. إذا مستفيدين لحد الآن هاي الستة الأوليين سووا لي كذي، إذا مستفيدين أول مرة أسوي هالبرنامج. الجيران الحي، صحيح صحيح، تمام تمام أوكي، في فائدة، تمام. إنزين، نروح إلى شنو هذا يعرفك وتعرفه. نروح إلى تعرفه ولا يعرفك. إنزين، أبي كل واحد يخمن شيء. إنزين، يعني أوكي بدأتوا تصيدون. الجمعيات والمؤسسات المدنية، ما شاء الله سبقتوني. جمعيات والمؤسسات المدنية تعرفهم أنت ولا يعرفونك. إنزين، فأكبر مثال جمعيتي الحبيبة وعضو مالها هنا، فخور أنه موجود عضو الإدارة الأستاذ ياسر الصفار. ولو بأي طريقة أشكر جمعية الصحة والسلامة اللي كانت يعني ارتقاء لي إلى الوصول إلى الأكريديتد سبيكر، لولا دعمهم خصوصا في على قولتنا قمة الكورونا، دعموني بشكل كبير لأن كنت أتدرب على هذا المشروع الكبير عندهم حول ورقة الصحة والسلامة والقيادة وهذه اللي قدمتها في أمريكا. الحمد لله، جزاه الله خير. إنزين، فالجمعيات والمؤسسات المدنية واضحة. إنزين، واضحة، موجود خير عندنا. شوف الجمعيات اللي مناسبة لك حرفيا، مثل صحة والسلامة جمعية حرفية. طيب، في جمعيات مو حرفية لكن تحتاج لحرفتك ولعلمك، تقدر تروح. إنزين، وتقدم نفسك. إنزين، هاي واحدة. في تجمعات ومؤتمرات، وايد مهم شباب المؤتمرات، تشوفون المؤتمرات شنو حرفتك انت. انزين، شنو تخصصك، اكتب في الجوجل ودور على المؤتمرات، بسهوله بتحصل مؤتمرات كثيره صايره ايش اسمه محليا، اقليميا، دوليا. دور، يقول لك قدم أوراق العمل، ما تدري شنو تصيدك، تحصل أشياء. إنزين، بعضهم يغطون تكاليفك كامل، بعضهم يغطون تكاليفك جزئيا، ليش لا. وبعض التجمعات والمؤتمرات اللي شاركت فيها حتى في البحرين، كنا على توافق مع راعي المؤتمر أن إحنا ندفع. أي نعم،
تدرون أن في مؤتمرات أنت تدفع عشان تتكلم وهذا موجود، تدرون هالشيء، لكن ليش لا أحيانا تشوف وتقدم وتدفع وتشارك؟ هذه المشاركة قد تغير لك هذه. في تجمعات معينة، تجمع بيئي مثلا موجود، تجمع لأشياء أخرى، هاي خير موجود واجد. زين، هذا عملك الحالي، بس أنت ذكرت أن عملك الحالي في تعرفه هو يعرفك. شو يسوي عملك الحالي هنا؟ أقول لك الوظيفة الحالية في جانب آخر غير معروف فيك. قلنا في الجانب الأولي كان الجانب المعروف، المهمات اللي تأديها اطلب أن تلقي حولها المهمات الأساسية في الجوب ديسكريبشن. زين، ممكن أنت تسوي تثقيف هذاك في القسم الأول. هذا القسم في جانب آخر فيك غير معروف، مثلا أنت في الآي تي لكن خبير أيضا في التصوير، والآي تي يحتاجون دعم في هالموضوع مثلا، أو ما يدرون أنه يحتاجون دعم. تعرض خدماتك وتعلم، يعني مو بس تعلم كذي قاعد وتعلم، لا، تطلب يكون جلسة اجتماع. يعني انتبه، إذا رحت وعلمت واحد واحد ما صار إلقاء. أنتوا قايلين لي الحين في الاستبيان أبي إلقاء وتدريب، فيجب أن هاي الصورة تطبعها في مكان عملك، وأنك أنت قادر على التدريب والتعليم والتثقيف. كثير من اللي دربتهم لما بدأوا هاي المسار انعرفوا في الشركة إنزين وحصلوا فرص غير، خبروني بعدين حصلوا فرص غير وأفضل. وأيضا بعضهم يقول البنوك اللي نشتغل فيها خلاص صارت صغيرة علينا، لأن انعرف بالثقة والإلقاء وما إلى ذلك. جانبك الغير معروف قول لهم، تبي تعلمهم مثلا كيف نسوي اجتماع مرتب، كيف نسوي تقرير، ها كيف نكتب تقرير، هاي جانب الآخر أنت زين فيه، روح علمهم. أنا في شركة ألبا كانوا يستعينون بي بالكتابة في الإعلانات، البي آر كانوا يطرشون لي بعض الإعلانات، إنزين خل يكتب أستاذ شكري أو يدقق، وأنا في قسم الصحة والسلامة بس ما جاء على بالي أسوي حتى ورشة. المهم ورش الصحة والسلامة وايد كانت وردي. في مبادرات تطوعية في البلد كثيرة، بعض المبادرات ممكن أنك أنت تكون جزء منها. الحين ما يحضرني شيء، لكن في مبادرات مثلا خلينا نقول تنظيف السواحل، قد ما في إلقاء في تنظيف السواحل لكن ربما ممكن ترتب. أنا بعض الفعاليات في البلد لما يدعوني سنة وراء ثانية أنا أقترح عليهم، أقول لهم لا تكتفون تسوون مثلا تجمع معتاد، سووا ورش عمل بعد، ما شفت اللي طاوعوني، إنزين سووا ورش عمل، يمكن مو أنا المدرب لكن يا أبو. فالمهم ممكن يكون جانب آخر. إنزين النشاط الصيفي، هذا إحنا جايين النشاط الصيفي، إيش قد نشاط صيفي موجود في بلدنا، إنزين في بلداننا، إنزين وأشوف ما شاء الله مدربين مع أنهم من خيرة المدربين ومن الذين ندفع لهم ويتطوعون ويدربون. أنت أيضا تقدر أطلب، دائما القانون أقول لك في 24 وسيلة القانون هو أطلب، يعني المثل الإنجليزي يقول If you don't ask the answer is always no، إذا ما تسأل الجواب دائما لا، إذا تسأل الجواب إما نعم إما لا، أيهم تفضل، فليكن لا، لكن على الأقل حاولت ووصلت. وما تدري كثير من اللي يقولون لك لا الآن، يعني أكيد بتوافقون معاي إن بعدين بيقولون لك نعم، أوه هذا اللي قال لنا، خلونك في الذاكرة. لكن أنت لما ما تطلع على السطح وما تسأل وما تجرب ما يعرفك، عرف بنفسك وأنا قادر أسوي لك كذا كذا، عطني الفرصة أقدم لك كذا. إنزين قال لا والله ما يجزي الوقت، بترسخ في باله مثل الدين. إنزين وصارت لنا إني إلى هالنقطة رقم 6، تعرفه ولا يعرفك. إنزين تدري إذا أنت أتقنت أو مارست شيء في الإلقاء اسمه MC، العرافة، عريف حفل، على قدر ما ننظر لهذا الجانب بنظرة هامشية أقدر أقول لكم ربما أكثر شيء نشرني هو احترافي MC من بكر في حياتي. ومتأخر، شنو صار متأخر؟ في إحدى التجمعات مؤخرا هالسنة
اعتذر الامسي وما يقدر يقدم، والامسي يعرفني قال لهم عليكم بمحمد شكري، بس هذولك ما يعرفوني. زين قالوا يلا احنا نثق فيك يا محمد شكري هذا. ورحت وادرت لهم البانل، كان في بانل بعد الكلمات الكبيره، كان في بانل، انا ما كنت امسي كنت بانل مودريتر، وادرت الحوار بشكل يعني اللي انا متعود عليه. اخلص ارجع عقب يومين ثلاثة الشركة تتصل راعية المؤتمر، نبي نكلمك دورات كذا كذا. ودخلت في عالم الدورات معهم، شركة مو كبيرة لكن الامسي يعرفك بالجملة درزن درازن يدامك. اوكي انزين، اذا هذه اتقن الامسي. سويت دورات امسي من زمان لشباب الحين كبروا بعضهم صار خطباء، قلت له فلما اشكرهم اقول لهم ما شاء الله عليك، يقول انت مقدم لنا دوره ام سي واحنا مراهقين. قلت له ايه بس هذا ام سي. قال ايه ام سي لكن الام سي اللي قدمته طبقته في الالقاء، وهذا انا ما انا عليه طبعا، هو شباب انزين، لكن الام سي الام سي يا جماعه العرافه. انزين تفضلوا، احد عنده تعليق؟ عندنا شنو بعد في تعرفه ولا يعرفك، او امشي الى ايش اسمه؟ اي واحد يقول ام سي ماستر اوف سيرمونيز، ماستر اوف سيرمونيز او مدير المراسم، اللي هو العريف مقدم الحفل اللي يقدم الشخصيات اللي يدير الحفل يحافظ على الوقت والنظام. اذا دخلت عالم التوست ماستر بتتقنه اكثر بعد وبتتعرف عليه اكثر. شكرا على هذا السؤال. احد يعطيني اشاره يقول امضي الى بعد، كيف نتقن العرافه؟ في دورات، احنا عندنا دورات بس الحين مو موجوده هالدورات. العرافه فن، العرافه فن عظيم صراحه، واذا تبي تتقن الالقاء العرافه شيء كبير. زين، والعرافه مو انسان ما يدفع له، لا يدفع له اذا اتقنتها. طيب والتوست ماستر، نوادي التوست ماستر تتعلم فيها بعد. اوكي توست ماستر، ايوه فرص لتعلم العرافه. طيب انتقل الى رقم ثلاثة، لأن عندنا تقنيات 5G بعد. ها، يعرفك ولا تعرفه؟ أول شيء نسيت، أول شيء شنو كان؟ تعرفه ويعرفك. ثاني شيء تعرفه ولا يعرفك. الآن يعرفك ولا تعرفه. أوه لغز، هذا لغز، حتى أنا ناسي إيش حطيت. إنزين، بعضكم سوى دورات ومشاركات سابقة، مرة قدمت برزنتيشن، مرة سويت شيء لمكان معين وتركتهم ونسيت. فإذا دورات ومشاركات سابقة رجعها، روح إلى أصحابها. وهذا سويته أنا بعد، واكتشفت أن البعض يقول كان يبي بس مني التفاته، وأنا أقول شلون ساكت عنهم وأنا أنتظرهم يتصلون بمرة ثانية. لا، أنت اتصل فيهم قل لهم ها أين الزمن القديم الجميل، حاضر لكم ترى أنا زلت موجود. قول اللي يحب التعليم والإلقاء بيقول. احنا عندنا مثل خلفي بالك بعد، خلفي بالك قانون الاول قلت لكم شنو، دق الباب. قانون الثاني اللي يريد الصلاه ما تفوته، خلفي بالك بتحصل اذا تريد. دورات ومشاركات سابقه، عملك السابق، وظيفتك السابقه، ارجع لهم. ها جماعه عندي خبره الحين، عندي شهاده في كذا، ممكن اساعدكم في كذا، ممكن اذا عندكم حفل حاضر اقدم فيه، ليش لا؟ عملك السابق. رقم ثلاثة، أعمال سابقة، يعني ورشة سويتها أنت سابقة إنزين وتركتها، اطلع طلعها للوجود مرة ثانية. مش شنو المشكلة يعني؟ دورة قديمة بش قد ناس سألوني وين الدورة الفلانية، وين دورة العرافة؟ نسيت دورة العرافة سويتها من زمان، يعني كم مرة استاذ رجع دورة العرافة مرة ثانية وما إلى ذلك. إنزين ما التفت إن في ناس تبي أعمال سابقة رجعها. مثلا نقول ها من هذه السنة إلى هاي السنة نعود عودا جد، شنو عودا حميدا، ما أدري شنو تساو أي طريقة رجع الدورة ما دام كانت ناجحة. ما تدري يمكن الناس اللي يحتاجونها الحين أكثر من قبل، خصوصا أنك أنت أكثر نضجا. بالغلط سويت لي روحي ميوت. إنزين، متابعوك على السوشيال ميديا، المتابعين يعرفونك بس أنت لا تعرفهم. ربما أحسن مثال اللي سويته الحين أنا هاي الورشة. إنزين،
المتابعين اللي يثقون ان اقدر اساعدهم في هذا الجانب، وصار لهم مده معاي. انزين خبر متابعيك ان احنا بنجتمع على موضوع. انا ليش سويت ما سويت لايف انستغرام؟ لان اولا اكثر من ساعه بياخذ، ثانيا ان ينضبط الموضوع، والكثير يقول ان شو اسمه كثير من الدورات اللي اقدمها على الانستغرام لايف يقولون استاذ هذه ما تصل على انستغرام لايف، هذه ورشه منظمه وكذا، خلها في زوم. فسويت زوم. فمتابعوك على السوشيال ميديا اوعدهم بشيء، عندنا ما شاء الله مؤلف في البحرين عجبني، سوى دوره خلاها في الهايلايت، دورة تأليف كتاب توست ماستر كمال الشهابي، روحوا شوفوا دورته. انزين عطى خلاها في الهايلايت، وانا تابعت بنفسي يعني ما شاء الله، سو دورة خلها في الهايلايت، اوعدهم بدورة من 5 اقسام ليش لا. انزين وخمس حلقات مثلا، اولد كونتاكتس، مو مشاركات سابقة، مو شركات، بعض الناس اللي كانوا في بعض الشركات السابقة أو بعض المؤسسات السابقة سواء كانت ربحية أو غير ربحية يجدون فيك الصراحة، كانوا أنت بالذات يعني كان لك علاقة زينة بهم وأعجبوا فيك، كلمهم بتشوفه يا أما في نفس الشركة يحتاجك أو موجود في شركة أخرى ما تدري، بعضهم بالفعل يناديني وهو راح شركة ثانية يقول لا أنا الحين مو في هالشركة بس نباك في الشركة الجاية. إنزين هذه جت منه، ليش ما تجي مني؟ طلع الكونتاكت، طلع شو اسمه الأرقام اللي في تليفونك اللي في شو اسمه في الإيميل، وقول لهم اتصل بهم واحد واحد ليش لا. إن هني رقم 6 بعد، هني ما عندي شيء رقم 6 هو أنا كاتبنه وما نقلته هني اسمحوا لي. إنزين فعندكم فكرة له بتروحون هناك؟ أوكي باي. صحيح انزين احسنتم، تعليقات جميله جدا، اسمحوا لي ما رجعت لها كل مره. اخر قسم نروح له قبل ما ننتقل الى تقنيه ال 5G، قسم شو اسمه الحين هذا القسم يا ربي، اسمه لا يعرفك ولا تعرفه. انزين اكو قدامكم كامل، ليش رقم 3 مختفي؟ روح للنوتس عندي من الربشه. لا أوكي. إنزين الحاجة والمعاناة التي يشكوها لك الآخرون. طيب أحسن مثال أن الإنجليش جيم والمينو سبيك إنجليش اللي هو أكبر منتج في شركتي حاليا، شركة واي أكسس ترينينج سوليوشنز، واللي بسبب أطلقت تقريبا بسبب أطلقت شركة واي أكسس، كان حاجة الناس تلح علي الإنجليزي ليش أنت زين، يلا ليش زين، وأقول القصة في برنامج مينو سبيك إنجليش. ما تصورت أن هذه يعني بتنحو بي منحة آخر تماما. طيب فبدلا من أقول لهم الأسرار الأربعة واحد واحد، الأسرار بكل صدق أقول لهم، حولتها لورشة. الورشة صارت دورة، الدورة الحين خلاص صارت دورات وإنجليش جيم، والآن حتى الشركات تستفيد من ماي إنجليش جيم. احيانا يا ناس في شيء الناس تحتاج لك، انت عندك شيء عادي، الانجليزيه مو قويه طبيعي، مو كلش قويه طبيعي الانجليزيه. انزين لكن كانت عند اللي يدربهم واللي التقي فيهم، شوف كثره الالتقاء بالناس تعرف الناس على امور جميله فيك. هاي على الجانب بقول ملاحظه على الجانب، كثره الالتقاء والالقاء انزين تعرف الناس على اشياء جانبيه. انا كنت ادرب سيفتي، قالوا شو اسمه شلون الانجليزي زين، شلون احنا نتعامل انجليزي، احنا شطار كذا، وايد عندي قصص يعني الى ان دشنت البرنامج. الان شوف الناس تحتاجك في شنو، كم ايش قد يلجؤون لك في امور صغيره وكبيره. صح سووا الخدمه، قل لهم انفعهم، اكسب اجر وثواب، لكن سو عليه ورشه، سو عليه فيديو، سو عليه هذا مثلا. هذه الحاجة اللي ناس تقول لي شلون أنا أتقدم في الإلقاء وشلون أحصل فرص الإلقاء، من كثر الدق علي قلت ليش ما سويها ورشة. أكو سويت ورشة عدل لو لا. فأنت راقب الناس تأتي لك في شنو، في أمور تأتي لك في أمور ما تأتي لك، هاي طبيعي. مو لازم المدرب أو الكوتش أو الخبير يكون خبير في كل شيء، لازم يتوزع مواهب الله سبحانه وتعالى تتوزع على العباد عشان نحتاج بعضنا البعض. فأنت إذا جولك في بعض الأمور وتحب الإلقاء حولها إلى ورشة يا أخي،
وطلع عنوان جديد. الحين هاي العنوان 24 طريقة للوصول إلى الجمهور شفتونه قبل، أنا ما عندي في ملفاتي وما أتذكر أحد قدمها، يمكن قدموها ناس غير استغفر الله، لكن ابتكر عنوان جديد بهالطريقة. رقم 2، أطلق الورشة، أطلق دورة، نزل إعلان، أطلق الدورة، ليش لا؟ الحين في لاندينج بيج، الحين تقدر بسهولة تسوي صفحة ويب سايت واحدة بس سمونها لاندينج بيج. أحد الأخوات قالت لي 2-3 ساعات أشتغل عليه صار رابط، ينزلون هاي الدورة، هاي اللي أوعدكم فيها، هاي اللي كذا كذا، يلا سجلوا معي. الحين تخلص بكرة تقدر تبدأ تسوي هالشيء. زين، أطلق الدورة. رقم 3 شنو؟ رقم 3 اللي ما كتبته أنا، اي رقم 3 اللي محى، سوري اعتذر لكم. افتح قناة سوشيال ميديا، افتح اكاونت، حساب جديد في التيك توك، افتح حساب جديد او قناة جديدة في اليوتيوب، خصصها لشيء معين، ابدأ اطلق دوراتك. بعدين قول اللي يبي دورات اخرى حاضر، الدورة هاي افتراضية كانت، حياكم، بيكون في اليوم الفلاني بتكون في دورة فيها كل هالأشياء. أنت الحين يعني خليت الناس يلتفتون لك، صح؟ ولعلمك لا، فبنلتقي في اليوم الفلاني كذا كذا كذا، وبقدم لكم أشياء أكثر من هذه، وصارت دورة أونلاين ودورة كذا. زين، هاي 3. رقم 4، دشن كتابك. الكتاب، أنت من صدقك أستاذ؟ إيه من صدقي. ومؤخرا قلت، يعني قلت لأحد الأخوات اللي اشتغل على البراند مالها، براند السبيكينج طبعا في برنامج خاص، انزين، شفت ان ما شاء الله مادتها التدريبيه، شفت ان افكارها جميله جدا، قلت لها حولي هاي الافكار الى 50 فكره سويها كتيب صغير. بدات كتبت، تحمست، قلت لها اي شنو الكتب يعني؟ ابداي طلع كتاب، وهاي الكتاب تذكرتك الى الناس، الى الناس تتعرف عليك. إنزين، كتاب إلكتروني ممكن بعد، عندك مقال أو دورة صغيرة مفيدة وايد وكان فيها مخرجات، انتبه، الكتاب أيضا لازم يكون فيه مخرجات، يعني في لستنج، في تعداد أشياء، 5 طرق للتغلب على التوتر مثلا مع بعض الخرائط العملية، هو مقال 2 صفحات تقدر تحوله لكتاب إي بوك، نزل الكتاب وانشره، و بهالطريقة اربطه بدورة او بورشة، انزين، نزل الكتاب وهالطريقة، انزين، المهم سوي لك كتاب، الكتاب يعطيك فرص القاء اكثر. احدى الاخوات الكوتشز في بوست تروما اللي هو ما بعد الصدمة، علاج ما بعد الصدمة، خبيرة، وألفت كتاب وحصلت فرص للإلقاء اكثر مني في هذيك الايام يعني، وكنت ادربها على الإلقاء فقط، بس بسبب الكتاب انتشرت اكثر. دشن كتابك، شهر واحد اشتغل عليه، موضوع موجود قبل، ورشة قوية من ورشاتك حول الكتاب، خلاص، انزين، وشوف شوف شلون بتحصل فرص ان شاء الله مع العمل. الكتاب بروحه ما يجيب لك ناس مع العمل. 5، اندية التوست ماسترز. نعم، اندية التوست ماسترز، الانضمام كعضو في نادي التوست ماسترز يعني يخليك يعني تنفتح على مجموعة جديدة من الناس، اللي كل واحد مرتبط بشركات، مؤسسات وكذا، هم أنت تمارس الإلقاء، وهم أنت تتقوى في مكان آمن، وهم تنطلق عبره إلى أماكن أخرى. إنزين، قد المسابقات تكشف لك، قد وايد فرص كثيرة في التوست ماسترز، غير أن أنت هذا مكانك اللي تقدر تتدرب فيه وتتقوى وعضلاتك تقوى. إنزين، قد يكون في تعليقات ما أشوفها. اي احسنتم عمار، احسنت استاذ عمار، شكرا، تاكيد. رقم 6، اشتغل على البراند مالك. البراند شنو اقصد البراند؟ البراند الشيء اللي يعرف به الانسان حتى لو لم يكن في الغرفه. يعني ماذا يقولون عنك لو لم تكن في الغرفه؟ احنا في زمن في سلبيات وايجابيات للبراند. البراند اصبح شيء الناس كان خاص بسلع معينة وب مثلا نجوم معينين، شركات معينة، لكن صرنا في زمن
الكل براند. يعني في جانب سلبي الحين، كل راعي حسابه مؤثر حتى لو كان حسابه بس 1000 شخص وصار له آراء، انزين صار براند. انزين ما بتكلم عن الجانب السلبي في، لكن أصبح كل إنسان يعتقد أو يحسب أنه براند، وهو كذلك، لكن يحتاج إلى صقل هذا البراند وأن يكون صادق مع نفسه ومع الآخرين. مو البراند اللي تراوي الناس، البراند اللي أنت عليه كيف الناس يشوفونك. وطبعا في عدة خطوات من ضمنها على ما استحضر 3 خطوات. إنزين ماذا تفعل، ماذا تقول، ما هي قصتك؟ What do you say, what do you do, and what's your story. 3 خطوات، هاي احدى المودلز السهله المباشره للبراند بس للوصول اليها. يعني مؤخرا بالذات يعني حصلت الكثير من الناس اللي وصلوا لزخم في الخبره والعلم بس مو دارين شلون، شنو البراند مالهم، هم وين في أي مجال، خصوصاً لما أنت تصير في مرحلة متقدمة يعني 30-40 سنة ومارست أشغال وخبراتك تراكمت. كل واحد خبراته تتراكم، سواء وظيفة واحدة أو عدة وظائف أو حتى لو تقاعد مبكراً، المهم خبراته تتراكم، فيحس بالشوية الفوضى وشلون يحولها إلى شيء واحد الناس تعرفه به. إنزين فرتب لهم يعني برنامج لمعالجة هالشيء. قلت لكم الحاجات المعاناة اللي يشكوها الناس لك أنت، ما راحوا لغيرك، راحوا لك أنت، يعني أنت عندك العلاج وتقدر تحوله. فحولتها إلى دورات، من ضمنها دورة M2M Mess to Message، إنزين اللي أخذ الإنسان عبر مراحل إلى أن يعني نصقل رسالته للعالم، نصقل شغفه للعالم، وأهم من ذلك شنو اللي بيقول وورشته اللي بتكون هي نوعية مختلفة. أقول لك البراند مهم. أنا البراند مالي انتشر بالسبيكينج. الآن في سوشيال ميديا وفي أمور أونلاين وايد، فالأمور مختصرة كثيرا، بس أنا يعني أخذ لي سنوات إلى أن السوق عرفتني بسبب كثرة الإلقاء. كثرة الإلقاء، إنزين ما كان عندي كلمة لا ما في، زين فالحين أحصد الثمار الحمد لله. إنزين فهذه اصنع البراند، اشتغل على البراند مالك، اقعد شوي مع نفسك، شوف أنت وين، وين يعني قوتك، وين شعورك بالحياة، يعني when do you feel alive when you speak. إنزين هاي أشياء مهمة. وبهذا نختم وننتقل على هذه النقطة إلى مرحلة 5G ونسلم عليكم. إنزين خلنا نشوف هاي الأشياء. إنزين ما شاء الله حسن عمران، شنو ذي؟ عرفنا بشنو الهدية العجيبة هذه، صناعة الهوية الشخصية. طيب أيوة زين. فهذه 24 وسيلة، وهذه قلنا على سبيل المثال للحصر، لكن هاي 24 وسيلة يحتاج لها إيش؟ تقنية، ويحتاج لها قوة 5G اللي بشارككم بها الحين. زين وإن شاء الله نكون ما نطولنا. افتتح قناتك، هاي قصدي كان افتتح قناتك في السوشيال ميديا، قلنا انزين بس جت متأخرة شوي. الآن تقنية الـ5G عشان تنجح في هاي الطرق وأي طريقة أخرى وتحصل فرص أكثر، لا تنسى القوة الخمس اللي عندك. 5G طبعا 5G، انزين الجيم الأولى الجود، أو بالإنجليزي generosity، كلمة أثرت فيني كثيرا من سيث جودن. لا هو سيث جودن معروف في عالم الماركتينج، أنصح فيه. لازم تكون كريم وسخي، لازم يكون عندك سخاء وكرم، بحيث إذا قدمت ولم يحصل شيء لا تندم. إنزين اللي يفعل الخير واللي يحب، شوف يحب أن يعلم ما لديه، ومو كل شيء لديك تحب تعلمه على فكرة. ولذلك برنامج اللي أسويه إنزين يصيد لك الأشياء اللي أنت تحب تسويها وأيضا تتقنها. على كل، فيجب أن تكون سخيا، لازم تقدم بدون شرط. شفت الحب بلا شروط، unconditional love. إذا تحب جماهيرك قبل ما يتعرفون عليك اذهب لهم وجد عليهم. بتشوف وايد ناس
آراء بتجيك وبتقول لك لا حافظ على مستواك، لا تكون كذي، لا تنزل وتصير رخيص كذي، لا بتجيك هالأشياء. أنا أقول لك إذا تبي تقتحم عالم الإلقاء والتدريب يجب أن تكون سخيا، الجود مهم. كلام يعني بيكون وايد الكلام، ولكن هذا يكفي. أن أنا قبل كم سنة أحد الأمثلة كنت أروح إلى مكان أدرب الستارت أبس مجانا، إحدى يعني بزنس مسرعات البزنس أو بزنس أكسلريترز في المنامة، تطوعت طلبه ودربت الستارت أبس على الإلقاء أمام المستثمرين قبل كم سنة يعني، وما في ولا فلس ولا دينار، وكان في ملامة أيضا لي، ليش تسوي كذي، ليش تروح أنت على المستوى بعد هاي العمر. زين رحت، كان حار، والبارك حتى البارك أدفع أنا ولا يعطوني تيكت أطلع. زين أوكي، في النهاية درع أحصل. خلصت الكورونا أو بدأت تنقشع الكورونا، وطلع برنامج بيبان اللي تعرفونه من زين، وإذا باتصال يجيني من نفس المنظمي ومؤسسي بيبان، أستاذ محمد شكري كذا كذا كذا، الجهة الفلانية اللي سويت عندهم هم اللي ذكروا اسمك. الجهة الفلانية من؟ الجهة الفلانية اللي كنت أطلع وعرقان وأدفع تكت مال جسمه مال البارك مالي، وساعتين من عمري كل يوم يروح على هالموضوع اللي فكرت انه بلاش. وسويت البرنامج مع بيبان الى هذا اليوم، النسخة الثالثة، المدرب الرئيسي للإلقاء للشركات ومؤسسات بيبان. طيب، فالجود وايد مهم في هالجانب يا جماعة، ما بأكد اكثر. الجيم رقم 2 الجودة، مثل ما قلت الاكريديت سبيكر ما يقيسون كانوا فقط ان خبرتي، يقيسون جودة الإلقاء أيضا، فهاي مهم تركز على هاي الموضوع. فلذلك لما تصيد بالضبط العنصر والموضوع، وهذا دائما دأبي مع أي واحد أدربه، شنو الموضوع اللي يظهر فيه جمالك الأكبر وعطاؤك الأجمل؟ مو كل شيء تقدمه يطلع كل قوتك. بعض الأمور لما تقدمها بعض الأمور لما تقدمها الناس لا يمكن أن ترفع نظريها عنك. حتى معي أنا عندي برامجي مو كلها متساوية هكذا. شنو البرنامج اللي بالفعل إنزين أنت تحس بأنك بركان والناس تحس بأنك تبى تهرب منك أو تهرب إليك من كثر قوتك وحرارتك؟ فهذه لها أيضا مواصفات ولها حسابات إنزين. ولكن أي شيء تقدمه بجودة. أوكي، رقم 3 الجدارة. الجدارة لها علاقة ب أنك أنت مؤهل لتقديم هذا البرنامج. لا تكون يعني ماخذ برنامج معين متحمس تقدمه لأنه موجود في السوق أو لأنه ترند أو لأنه خاطرك فيه، لا، لازم تكون أهل ومؤهل وجدير بتقديم هذا الموضوع، بحيث لو أوقفت الدورة وقلت لك ما في سلايدز، قدم الدورة بدون سلايدز، أو أعطيك 10 أسئلة مو موجودة في دورتك قادر تجاوب عليها، خبير مطلع في برنامجك اللي تتكلم عنه، وهو اطلاعك لازم يكون 100 مرة أكثر من المادة اللي تقدمها. الجدارة، جدير أن تقدم هالموضوع، مصداقية الإنسان مهمة جدا. أوكي، وهذا أكثر شيء ركز عليه في تدريب أي متحدث. نروح إلى الجسارة، ما كتبت الجرأة، كتبت الجسارة عشان أزيد شوية، عشان أبالغ أن أقول لك دق الباب. ما بقول وجه بليتي أكو قلت زين، دق الباب، افتح وجهك، اسأل. الجسارة مهمة، والجرأة ودق الباب. وأخيرا الجاهزية، لا يكون تطلب المشاركة، لا يكون تتمنى المشاركة لكن دورتك مو جاهزة أو برنامجك مو جاهز أو باقي شوية ويجهز، لا، اشتغل عليه في الهدوء قبل ما تصير الفوضى. وهذا اللي أسويه حاليا مع مجموعة مدربين ما شاء الله عندهم برامج بيقدمونها كوتش، يعني بيقدمون برامج إلى جهات ومؤسسات في الحكومة تحتاجها، مؤسسات مدنية غيرها كذا. إنزين، فأساعدهم أن يشكلون برنامج تقديمي مقنع للطرف الثاني،
يعني مو دوره هو اصلا، ما شاء الله مشروع زين جدا لفئه من فئات المجتمع، بس يحتاجون يقدمونه. فهني اشتغل وياهم على ان يكونون جاهزين من الحين لاي طلب. انزين، فهاي ال 5G مهمه اخواني اخواتي، وال 24 وسيله يحتاج الى جهوزيه. انا طبعا ما كان الهدف ان اعطيكم حل مباشر عندي، وكانت الدوره هذه الورشه كلها لاجل هاي الاشياء الخمسه زائد 24، لكن وجدت لزاما علي ان انا اعطيكم احدى الاشياء اللي نفعت مع الاخصائيين في السنوات الاخيره، وايضا كانت بسبب معاناه. دخلوا معي عدد لا باس به من دول الخليج بشكل خاص، تدريب جماعي تدريب فردي. انزين، وكانوا في مفترق الطرق في حياتهم، اللي متقاعده وقاعده في بيتها بس عندها زخم من العلم، وتبي تدخل على التدريب وكانت بتدخل في مكان غلط فقط لانها تحس انها تحب هاي الشيء، والحب والشغف لا يكفي. انزين، والبعض، فلما سويت لهم هالبرنامج مثلا، هاي الاخت قالت لا صح انا مو ما بسوي هالشيء، لا 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 بسوي شيء ثاني، لا توصلنا اليه عبر الحسابات والتدريب وهذا. والبعض آمن بأن الطريق هو الصحيح له. فشي يصير أن أنت عندك في هاي الفترة، عندك حتى لو عندك مهنة واحدة، عارف أنه بتدرب في مجال مثلا الهيومن ريسورسز أو الموارد البشرية، بس حتى في ضمن الموارد البشرية في عندك عدة خطوط تعرفها قد تتضارب، لأن التخصص مهم. أنا عالم السيفتي كبير، لما تخصصت في جانب البيهيفير انزين البرنامج نجح جدا ولاقى ترحيب، وإلا إذا بقول أنا بصير مدرب سيفتي 100,000 مدرب سيفتي موجودين في جانب معين وبرنامج معين وفي خصوصيات معينة بيطلع برنامجك المميز وياي لمياي. انزين، فأزمة منتصف العلم هي رحلة استكشافية تدقيقية في الأشياء اللي أنت واقف على منتصف الطريق ومنتصف العلم، سميته مو منتصف العمر. انزين، وفي خلال هالرحله راح تكتشف وين بالضبط بالارقام شنو احسن علومك، احسن جوانبك اللي تستحق تكون براندد كسبيكينج او كتريننج، كتدريب او كالقاء. برنامجك على فكره يصلح تدريب والقاء في نفس الوقت، كل برنامج يصلح تدريب والقاء، في نسخه ورش في نسخه القاء، لازم تسوي لك عده نسخ. بس شنو البرنامج؟ شنو العنوان؟ شنو الموضوع اللي بدخل به بخوض به؟ وفرص النجاح عندي أكثر من غيره. هاي الرحلة اللي ناخذها إحنا، ومعروضة لكل شخص موجود هنا طبعاً. إنزين، وهذا توقيتها، أكو بعد بعطيكم سعرها، يومين بتكون افتراضية معاي مباشرة، مباشرة ما في تسجيل. هاي التاريخين حالياً 3 و4 بعد العيد، يعني 3 و4 يوليو مساء، شغل عبر كراسة وأرقام، ويعني شوي انخفض اللي عندك. فكثير البعض يعني شكرني أنه هو كان بيروح منحة مختلف تماما فقط لأن الصوت الداخلي يقول لي انزين، أو قلبي يقول لي أو كذا. لا، بسبب أن الأمور والساحة أكثر من مجرد قلبك وهواك وصوتك الداخلي. خليت لهم 5 مساحات نحسبها حساب، إلى أن اكتشفوا أن بالفعل هذا الشيء هو أهم حاليا. فبتعرف شنو أهم البرامج اللي تستحق، وبرامج الأخرى ما تأخرها ما تلغيها، لكن تعرف وين الضعف فيها. إنزين، وهذا على شيء، على قسمين، في سسمة في تدريب فقط، تدريب والمواد أعطيك طبعا. إنزين، على مدى يومين، وهاي سعره بالريال السعودي، أو إذا تحب تدريب والمواد بالاستشارة معي بإضافة يعني 150 ريال أو 15 دينار. إنزين، بعد الدورة قد تحتاج إلى استشارة معي لتضبيط الأمور. فهذه بس يعني هاي مطروحة الآن كحل إلى جميع اللي يبون يدخلون عالم التدريب وعندهم الهمة وعندهم الجسارة وكل شيء، لكن يريدون يضبطون برنامجهم بحيث يكون هذا. راح أخلي الوصلة، ما أحتاج تدفع، بس تحجز حجز مبدئي. إنزين، نوعية هذا وصلة بسيطة، حجز مبدئي، وبعدها إحنا نتفق مع الأخوة
على الترتيب. انزين، فبخليها هني وابدا استقبل الاسئله. اوكي، هاي الوصلة. أتمنى أن استفدت من هذه العجالة وهذا البرنامج. أنا هي ملخص للي قلته، الصورة اللي حطيتها أستاذ. أزمة منتصف العلم قصدك؟ العفو، شكرا أخت زهراء. إذا أحد عنده سؤال حياه الله. أو تعليق أو إضافة. حسن عمران، أيوة حسن عمران، أوكي. لخصت الكلام، شكرا يا حسن، لخص الكلام وحط الصورة لنا. الله الله الله، يعطيك العافية أبو علي. إيه، ما أدري، يمكن شالها كمال الشهابي الدورة، شالها. إيه، لكن كانت فكرة ممتازة هذيك الأيام، يعني تقدر أنت تسويها. العفو، أهلا أهلا ضحى، أهلا، شكرا لمشاركتكم أخواني من عمان والسعودية وكافة الأرجاء. ويعافيك أحمد، شكرا. سؤال أو شيء؟ زين، هذه مرة ثانية بسويها كذي عشان يشوفون التوقيت. انزين، إن شاء الله يا جماعة التدريب والإلقاء استفدتوا من هذا الشيء. أعطوني أي، إذا أحد عنده رقمي خلي يقول لي يعني شلون اقدر اطور هاي البرنامج بعدين اكثر، وشنو كان ناقص يعرف. مشكله، ستوب ريكوردينج.